أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي الخيانة العظمى وما الخيانة التي تكون أقل من ذلك؟ الخيانة كلها شر ولا تجوز، وهي تتفاوت، الخيانة تتفاوت. خيانة الله ورسوله أشد، لا تخون الله والرسول، هذه أشد الخيانة، وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.